شهدت مكتبة الإسكندرية افتتاح احتفالية العلوم الذي ينظمها مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي للعام 17 على التوالي. تتناول الاحتفالية هذا العام موضوع رحلة إلى مركز الأرض عن طريق تقديم عدد من الأنشطة العلمية وورش العمل التفاعلية المتعلقة بموضوعات مختلفة حول جيولوجيا الأرض. السنة دي السنة الـ16 اللي بننظم فيها الاحتفالية بمكتبة الإسكندرية في الساحة، في ساحة المكتبة. الاحتفالية السنة دي احنا مجهزين أنشطة علمية وعروض علمية على مسرح مركز المؤتمرات. مجهزين خامات تستوعب لحد 6000 طفل. مشارك معايا من فريق التنظيم أكتر من 200 فرد، كلهم من طلبة الجامعات اللي جاية بتساعدنا بشكل يومي عشان نقدم الاحتفالية دي للجمهور وللأطفال. معانا مؤسسات ومدارس وجمعيات غير هادفة للربح، كله جاي النهاردة بيشتغل ومقدم ورش علمية كلها تحت عنوان رحلة إلى مركز الأرض، وده عنوان الاحتفالية السنة دي. احنا النهاردة أول يوم في احتفالية العلوم اللي بينظمها المركز للسنة الـ17. الهدف النهاردة من الاحتفالية ان احنا نحاول نبسط فكرة الجيولوجيا للأطفال، هي العنوان بتاع الاحتفالية رحلة إلى باطن الأرض أو إلى مركز الأرض. وبنحاول إن احنا نبسط الفكرة زي ما قلت حضرتك عن الجيولوجيا وعن إيه الحيوانات اللي انقرضت وإيه سبب انقراضها وموجودة فين وفصائلها وحاجات كتير. الإيفنت النهاردة عن رحلة إلى الأرض أو إلى باطن الأرض، طبعا كل الناس بتشارك بحاجات متعددة. احنا كمدرسة مشاركين بأسباب خروج الكائنات البحرية لسطح الأرض، كانت ظاهرة غريبة جدا شفناها أو لاحظناها في الأيام اللي فاتت، سواء القروش أو قناديل البحر الزرقاء. فكنا حابين نوري الناس أو نفهمهم إيه أسباب ظهور الكائنات البحرية دي على شاطئ البحر.